جريء. نسبة المحافظة في المجتمع صارت، واحنا مجتمع كويتي، انا تقديري المجتمع البحري بشكل عام مفتوح مثل ما قلت لك. انت تعرف في عندنا، قصدك قبل محافظين اكثر لا او اقل؟ لا، هو هذا المحافظين والمنفتحين خلينا نسميهم موجودين اي في كل الوقت، يمكن قبل يعني اكثر بعد. لا يعني شوف، في مرحلة من المراحل بعد التعليم الى اخره صار في انفتاح معقول. صحيح. الجو العام العربي اولا، والجو الداخلي، المجتمع، يعني انت تشوف بعض جلسات الاغاني تلاقي فيها سيدات وفيها رجال وفيها زفان وفيها طقطقه على ما يقولون. صحيح. بس نتيجه الغلبه للمحافظه الان، وهي كانت موجه حقيقه، كانت موجه في الجوار، وفي الان الجوار يتخلص منها، قاعد تخلص منها بدون داعي لاسماء، تخلص منها وبسرعه، لان في قياده قالت لا، يعني enough is enough، لان هذه الوصايه على المجتمع يجب ان ترفع. صحيح. هذه الوصايه لا زالت موجوده في الكويت وبكثره، ويعني يخوفك من خلال نصوص يعني مجتزئه. خليني اقول لك مثال سريع جدا. مرات شفت انا، يمكن هذه ياتكم انتم، زوجتي جايها واتساب ان التين والزيتون مذكور في القران، هذا صحيح. وان اذا اكلت سبع زيتونات وثلاث تينات يصير فيك كذا وكذا، وقلبك يصير فيه كذا، ما اعرف شنو الى اخره. انا الحين استفزتني القصه، فقلت خليني ابحث. فرحت شفت بعض التفاسير، واعتقد منهم الطبري واحد، فلقيت ان يقول التين والزيتون، هذه الآية كلها هي قسم، وهي قسم بأماكن، فبالتالي التين والزيتون وطول سنين الى وهذا البلد الأمين الى اخره. فلما شفت انا هذا، وبعدين كنت ابحث عن زيتون علميا، تبين ان في زيتون في نوع سام. كنت ابحث عن التين، فلقيت ان التين ايضا يربك المعده اذا كثرت منه، فكتبت مقاله موجوده، يعني بس تكتب اسم الشرق الاوسط بتلاقيها، وارسلتها لاخواننا في الشرق الاوسط، وكنت قلق، قلت يمكن ايضا ما ينشرونها، قلت حتى اذا انشروها راح تاتي نتائج سلبيه عليها. نشرت ما في احد تكلم. في واحد سالني مره، قلت له روح انت شوف ايش قايل المفسر، ورد علي. فكان عندنا ندوه الصبح وبعد الظهر، بعد الظهر قال لي والله عندك حق، انا شفت التفسير كلامك صحيح. فاحنا نفهم الامور يعني نخلي اخرين يفهمون الامور بشكلها الظاهري وليس بالبحث والدرايه. يعني هذا واحد من الامثله اللي قاعد اقول لك عليها. فاختطفنا احنا في هذه المرحله، وهي من فتره الحقيقه، بما اسميهم انا الاوصياء. سوي كذي، لا تسوي كذي، افعل كذا، لا تفعل كذا.